السلام عليكم، معكم طلال نقار. حابب أحكي بهذه المحاضرة عن خصوصيات التهوية الآلية عند مرضى البدينين. بمناسبة هالكلام، إني قرأت عدة مقالات بتحكي عن التهوية الآلية عند مرضى البدينين. ما كنت أحس، أو برأيي ما كتير له أهمية الموضوع، كون اللي بيفهم التهوية الآلية بشكل صحيح بيقدر يفصلها على مقاس المرضى البدينين. في اتجاه انه هدول المرضى لهم خصوصيه ونسبتهم عم تزيد باقسام العنايه، فالمقالات اللي عم تحكي عن تهويتهم بالذات عم تزيد، وبالتالي حبيت احكي بمحاضره مختصره لعن هذا الموضوع. هي احد المقالات اللي رجعت لها وقراتها، هذه صادر بديسمبر 2020، عده باحثين من افضل الباحثين حول العالم ملخصين الموضوع. المقال معقد صراحه، حوالي 10 ل 12 صفحه، داخلين بكثير تفاصيل ما كتير عبر راسي حقيقة. إذا بدنا نحكي كمقال سريع مبسط للمبتدئين، برأيي هذا المقال أفضل. هذا صادر ب 2019، كاتبه باولو بيلوزي، إذا بتشوفوا هذا الاسم، من الباحثين الإيطاليين. مهتم بهذا الموضوع، بتابع له كتير، يبدو كتير يعني خارط مشطه حقيقة. فهذا المقال حوالي 5 صفحات، أنا برأيي إذا حدا حابب يقرأ هذا المقال، حيكون ملخص أفضل من ذاك المقال. بداية التعريف، نحن بنبدأ بنطلع على البادي ماس اندكس، اللي هي الوزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر. إذا أكثر من 30 فهو بدين. هلأ الأكثر من 35 هو سيفير أور إكستريم أوبيس، اللي هي البدانة الشديدة. فنحن لما نعتبر الكات بوينت تبعنا 30، حنشمل عدد أكبر من المجتمع. لازم نميز بين نوعين البدانة، الأندرويد والجاينويد، اللي هي بدانة البطن وبدانة الحوض. نموذج التفاحة هو اللي بيهمنا كأطباء عناية، بنحكي عن العناية المركزة، لأنه هذا النموذج هو اللي بيأثر على ميكانيكيات الرئة أكثر من هذا النموذج. هذا النموذج هو بيضغط على الرئة وبيمنع الرئة تتمدد بشكل جيد وبينقص الحجوم الرئوية. هذه بسموها بانديميك اظن، او جائحه البدانه، لاحظوا بعام 90 بامريكا، في معظم الولايات الصفراء حوالي 20% من السكان تقريبا كان البي ام اي عندهم اكثر من 30، حوالي 20 ل 30%. هاي النسبه عم تزيد مع الزمن، هذه 2020، هذه 2020 عفوا، هي 2000 2010 2020 و30. بال 2030 حيوصل بعض الولايات، حتوصل للون الازرق، 60% من السكان حيكون البي ام اي عندهم اكثر من 30. لو طلعنا على، لو رفعنا الكت بوينت تبعنا لل 35، بي ام اي اكثر من 35، يعني هي اكستريم اوبيس او سيفير اوبيسيتي. معظم الولايات الخضراء كانت عام 1990 حوالي 10%، توصل بيوصل بال 2030 للرقم الاصفر والبردان، يعني حتى 30% بتوصل ممكن البدان السيفير اوبيسيتي البي ام اي اكثر من 35. على مستوى العالم نفس الكلام تقريبا، هذه بال 2016، هذه الإحصائية، لاحظوا الدول اللي لونها أزرق 40% من السكان تقريبا بدينين، البي ام اي طبعا اكثر من 30. المنطقه العربيه السعوديه، اذا بتشوفوا مصر، ليبيا، العراق، تركيا، اضافه لامريكا طبعا نفس الشيء اكثر من 40، وهذا الحكي عم يزيد سنويا. شو مشكلة البدانة؟ البدانة هي عامل خطر لكثير من الأمراض، اللي بيهمنا بأقسام العناية. الردود بتكون أشد عند البدينين، بتكون عامل إنذار سيء للتروماتيك برين إنجري، توقف القلب خارج المشفى، البدانة عنصر إنذار سيء. الـ H1N1 بانداميك 2009 كان البدانة كان عامل خطر للإصابة، وحاليا الكوفيد 19 نفس الكلام، البدانة هي عامل خطر مهم لشدة الإصابة. هذا سلايد بيشرح نفسه، ربما زملاء اللي الممرضين حقيقة أو فنيين العناية اللي هن بيقوموا بخدمة المرضى بشكل مباشر بيفهموا معنى هذا السلايد بشكل جيد. المريض البدين ما بيتلقى الخدمة الطبية المناسبة أو المثالية بسبب وزنه العالي، بيحتاج إلى أكثر من شخص لحتى نقلبه لحتى نحركه، فهو فعلا مشكلة بأقسام العناية. شو تأثير البدانة على الرئة؟ بتزيد الـ مثل ما قلنا، نحن عم نحكي عن بدانة البطن اللي هي الآبل اللي هي التفاحة، بتزيد المجهود التنفسي، بتضعف التبادل الغازي، رح يصير انقماصات قاعدية. الاحتياطي التنفسي عندهم قليل، وبالتالي أي إصابة حادة ممكن تعمل انكسار معوضة كبير عند هدول المرضى. بتنقص حجوم الرئة، بتساوي انقماصات قاعدية، حجم الرئة القاعدي بيكون أنقص. الـ FRC هو حجم الرئة بحالة الراحة بعد زفير عفوي. كل ما زاد الـ BMI 5 كيلو للمتر، حتنقص الـ FRC 5 ل 15%. فلو نحن عم نحكي على BMI 40،
يعني 5 ضرب 2 حتنقص الـ FRC 30%، 30% من حجم الرئة حينقص، ونقص الـ FRC يعني ما يعني انخماصات عقاعدية، يعني نقص أكسجين، يعني الوضع ما هو جيد. هدول لما بصير عندهم إصابة حادة بينكسروا عوضهم بشكل سريع. الجهد التنفسي بيكون أعلى عند مرضى البدانة لما بيكون خاصة بحالة الاستلقاء الظهري، الأحشاء بتضغط على الرئة، تنبيب هدول المرضى حيكون صعب، حيكون نقص الأكسجين عندهم سريع، ممكن يصير عندهم نقص أكسجين شديد وتوقف قلبهن إذا تركناهم مسطحين لفترة طويلة. على فكرة عم نحكي على البدانة الشديدة. أفضل وضعية لخدمة هدول المرضى بأقسام العناية بيسموها السيماي ريكومبيننت، يعني إنه النصف الاضطجاع، هلا سموها البيتش تشير بوزيشن. لاحظوا هذا قاعد على الشط تقريبا نفس القعدة بس بقسم العناية، حوالي 30 ل 40 درجة، الرأس السرير مرتفع، هذا الشيء بيسمح إنه الضغط الأحشاء البطنية بينزل لتحت، وبالتالي بيريح الرئة أثناء الشهيق والزفير. ربما هذه الترندلبرج هي بتعرفوها، نحن بنعمل ريفيرس ترندلبرج ممكن كمان لمرضى البدانة بحيث نخفف ضغط الأحشاء على الرئة. كقاعدة عامة، أول طريقة بالتهوية الآلية عند هدول المرضى هي النون انفيزيف. معظم هدول المرضى عندهم اوبستراكتيف سليب ابنيا، ممكن نستعمل نون انفيزيف في حال القصور التنفسي الحاد، وممكن نستعمله بعد الاكستوبيشن لحتى نمنع الري انتوبيشن، يعني مريض على جهاز التنفس بدين بدي احقق معايير الفطام او كان يعني بوردر لاين، الخيار الافضل اني انا اشيل الجهاز اذا كان جاهز اني اشيل التنفس وابدا الباي باب مباشره او سباب بدون ما انتظر لحتى يصير عنده قصور تنفسي. هذا السلايد ممكن يشرح نفسه، اللي مجرب يعمل تنبيب لمريض بدين بيفهم شو معنات هي الصوره. ما بيقدروا يفتحوا، اول شيء النيك موبيليتي، حركه العنق عند هدول المرضى محدده، ما بتقدر تعمل لهم فرد بسط او بسط عادي، او ممكن حتى لو عملت فرد بسط حتاذي الطرق الهوائيه، حتمنع الرؤيه الصحيحه للطرق الهوائيه للابيجلوتيس. فتحه الفم عندهم ما حتكون كبيره، حجم اللسان وحجم الانسجه الرخوه عندهم عالي، بتفتح ما بتلاقي غير احمر صراحه بالتم، ما بتلاقي تشريح اللي متوقعه. عنق قطر العنق بيكون اعلى عندهم، المسافه الذقنيه اللاميه بتكون ناقصه عندهم، وبالتالي عندهم كل معايير صعوبة التنبيب. أي مريض بدين بدك تعمله تنبيب، توقع أنه هذا تنبيب صعب قبل ما تبدأ التنبيب، وقبل ما تعطي أي دواء، وقبل ما تعطي إرخاء عضلي، لأنه حتكون إذا وصلت لمرحلة عدم القدرة على التنبيب وعدم القدرة على التهوية، المريض حيموت للأسف، شغلة مش سهلة. معظم هدول المرضى عندهم اوبستراكتيف سليب ابنيا، وبالتالي قبل التنبيب ينصح بالباي باب، يعني حتى انه كستاندرد لازم قبل ما تعمل التنبيب اذا كان في عندك وقت طبعا تحط المريض شوي على سيباب او باي باب بحوالي 5 دقائق او اكثر، تعطيهم ضغط ايجابي حتى تفتح الرئه، تفتح الاسناخ المسكره. السبب انه انت عم تحاول تطول زمن الديساتوريشن. نحن لو اعطينا المريض ما عنده اصابه بالرئه ابدا، ما عنده اي مشكله، وحبينا نعمل له تنبيب انتقائي لجراحه مثلا، حطيته على سرير، اعطيته اكسجين 100% 5 دقائق او اكثر، حتى لو اعطيته ارخاء عضلي ما بينزل الاشباع عنده بسرعه، ممكن يطول حتى ل 15 دقيقه على فكره ببعض الاحيان اذا كان عنده ما عنده مشكله بالرئه ابدا. لو في مشكله بالرئه فالاف ار سي بينقص، وبالتالي زمن التايم تو دي ساتوريشن بيكون كثير سريع. بعض مرضى الارتس اللي هن عنده قصور تنفسي حاد عم تعمل لهم تنبيب اسعافي، بتعطي بتوقف الامبو باج مثلا، عم تنفخ له للمريض بالامبو باج، اشباعه 90 92 يا دوبه، بتوقف الامبو باج، بتحط النصل، بدك تحط التيوب، بينزل اشباع ال 85. اللي بيعرف، اللي مجرب تنبيب هدول المرضى القصور التنفسي بيعرف عن شو عم بحكي. فالمرضى البدينين بيكون عندهم سرعه لانه الاف ار سي اصلا نازله، فلما انا بعطيهم سباب او نون انفيزيف افضل لحتى اني طول الوقت اللي بيصير فيه دي ساتوريشن. الهاي فلو نيزل كانيولا شغله جديده ممكن يكون لها دور عند هدول المرضى. مثل ما قلنا هو difficult by default، يعني هذا التنبيب تنبيب صعب، لازم جهز حالي لكل الاحتمالات ويكون عندي خطة A و B و C، ولازم يكون الخبير موجود بهيك تنبيب. في نص نصائح او ريكومنديشن انه نستعمل هذا الجهاز اللي هو الفيديو لارينجوسكوبي، بس ما بنصح اي شخص يجربه اول مره على مريض بدين.
تعلم وتمرن، اشتغل فيه على المرضى الأصحاء أو اللي تنبيبهم سهل لحتى تكتسب الخبرة الكافية بالتعامل، اسمه بيسموه البعد الثالث. يعني أنت ممكن بهيك حالة تشوف الإيروي، بس أنت لما بتنزل التيوب ما بينزل مباشرة بالإيروي، بينزل لتحت على المريء. ومجربها أنا فعلا، لازم يكون عندك بيسموه هذا الإحساس بالبعد الثالث، بيعرفوه الجراحين اللي بيشيلوا تنظير. تمرن فيه على المرضى العاديين السهلين، ولما إن شاء الله يعني حيصير معك لا سمح الله تنبيب صعب، حتكون عندك الخبرة الكافية انك تستخدم هذا الجهاز بهذول المرضى. بالنسبة لإعدادات المنفسة عند مرضى البدينين، بتفرق إذا كان عندنا ارتس أو ما كان عندنا ارتس، يعني كان في عندنا إصابة بالرئة أو ما في إصابة بالرئة. عموما لازم استخدم لو تايدال فوليوم عند هدول المرضى 6 ام ال للكيلو، ممكن أطلع ل 8 لو كان نو ارتس، بس أفضل أنا الأز لو أز بوسيبل، يعني 6 ام ال للكيلو من البريدكتد بودي ويت، طبعا مهمة جدا حنحكي عنها أكثر بالسلايد اللي بعده. إذا كان كافي أفضل ما يكون 8، ما بطلع ل 8 إلا إذا اضطريت. عموما بدهم مودريت تو هاي بي بين الخمسة للخمسة عشر، ما هقول اكثر من هيك. طبعا حالة اذا بدي اطلع اكثر من هيك بدي اكون عارفان شو عم اعمل، بس مو اقل من خمسة حتى ثمانية ربما، اذا كان خاصة جدار الصدر سميك كتير واحشاء البطن، ضغط من البطن عالي. ممكن اعمل الريكروتمنت مانوفر ببعض المرضى، مش كل المرضى، ما هو روتين ابدا. لما انا بعمل تنبيب لهذول المرضى بعمل سيديشن، او بوقف قبل التنبيب لما اعطي سيديشن، بيصير في عندهم دي ريكروتمنت. فحتى لو طبقت البيب بعد التنبيب حيكون في حيطولوا لحتى يستعيدوا الاشباع تبعهم، فممكن اعمل ريكروتمنت مانوفر ضغط عالي بحيث انه يفتح الاسناف المسكره، طبعا ان سيلكتد بيشنتس مره ثانيه مش كل المرضى. سيفير ارز هنعمل لهم البرون بوزيشن، والبرون بوزيشن وارد جدا بهدول المرضى، ما هو بالعكس هن اللي بيستفيدوا على البرون بوزيشن، ما هو وارد بينعمل، ما حدا يتحجج انه هذا مريض بدين، لا هذا علاج ولازم يتامن الطاقم الكافي لحتى اعمل برون او اني اقلب المريض. مثل ما قلنا افتر اكسكيفيشن النون انفيزف كثير مهم بهدول المرضى، لانه هدول عندهم قابليه، معظمهم عندهم اوبستراكتيف سليب ابنيا، عندهم قابليه انخماصات القاعديه، فالنون انفيزف بيساعدني بالفطام عن المنفذ. هذا السلايد اظن كثير من اللي بيتابعوني بيعرفوه او عامله كثير او شارحه كثير من قبل. هدول خمس اخوه اذا اتفقنا انهم نفس الطول ونفس الحاله المرضيه، حجم الرئة عند المريض الأول أو عند الشخص الأول اللي هو وزنه المثالي، هافترض هذا وزن مثالي 70 كيلو، نفس حجم الرئة عند هذا اللي وزنه 120 كيلو. فلما أنه يطبق 6 ml per kg 70 ضرب 6 بيطلع 420 ml، لازم طبق نفس الشيء عند هذا المريض، بضرب 60 مش أو 70 عفوا ضرب 6 مش 120، هذا ال 120 هذا أحشاء البطن، هذه الشحم اللي هون، هذا ما بيغير من حجم الرئة. اللي بيغير حجم الرئة هو طول المريض وليس أحشاء البطن. القاعدة معروفة بالنسبة للنساء وبالنسبة للذكور، وسطيا أنا فينا تطبق القاعدة بحذافيرها، بس إذا أنت عم تنبب مريض وبدك تحسب رقم سريع تطلع على طول المريض، إذا كان ذكر أو أنثى بتشيل منه 100 لو كان ذكر و105 لو كان أنثى. يعني واحد طوله 170 حتنببته رأسا، بتحط له بتفترض انه وزنه المثالي هو 70، طبعا بتطبق القاعده بعد ما تكون خلصت، بس انت واقف ما معك وقت تحسب ولا معك آلة حاسبه، 100 170 ناقص 100 فوزنه المثالي 70، حيطلع تقريبا 65 ل 70 لو حسبتها. بالنسبه للنساء انا بشيل 105، فلو كان طولها 165 فافترض وزن المثالي 55، لو طبقت القاعده حتطلع الارقام قريبه جدا. طبعا لازم تطبق القاعده بعدين بعد ما تخلص تنبيب وتحط الميد على الجهاز وحطيت الاعدادات الاوليه، ربع ساعة زمان ريحت، احسب الأرقام بدقة واحسب طول المريض بدقة، وطبق هاي القاعدة وغير التايدل فوليوم بناء على الـ Ideal Body Weight وليس الـ Actual Body Weight. تذكروا هي العبارة Inflate Lungs، لازم نهوي الرئتين ولا نهوي الشحم، تغيير حجم كمية الشحم ما بيغير من حجم الرئتين. لو حبينا نتعمق اكثر، وهذا حاحكيه بالمحاضره القادمه، الكونسيبت اللي هو بيخليني اعرف اضبط اعدادات المنفس عند هدول المرضى هو الستريس والسترين، احكيهم بالمحاضره اللاحقه بشكل تفصيلي. ستريس هو مقدار الثقل المطبق على النابض، والسترين هو مقدار التشوه الحاصل بناء على الحجم البدئي، يعني الحجم الجديد، تغير الحجم على الحجم البدئي، هحكيها بالتفصيل بالمحاضرة الجاية. فلو طبقنا نفس الكلام على الرئتين حيكون الترانس بالمنري بريشر هو الستريس الحقيقي اللي بيطبق على جدر الأسنان أثناء الشهيق، اللي هو بيعادل البلاتو بريشر
تقسيم الضغط الجنبي، او عفوا ناقص الضغط ماينس الضغط الجنبي اللي هو بيعادل الايسوفيجيال بريشر، الضغط المريئي. ما بقدر اقيس الضغط الجنبي مباشره، بعمل قسطره هون وبقيس الضغط المريئي، فبقدر من خلاله بنهايه الشهيق احسب الضغط عبر الاسناخ، ترانس بالمونري بريشر بيسموه. لو قدرت احسب هذا الضغط كان عندي الادوات لحسابه، انا فيني انا اتجاوز الحدود العليا للبلاتو بريشر. ما عندي هي الادوات، فيني اطبق هي القاعده على اساس انه سبب ارتفاع البلاتو بريشر هو نقص مطاوع جدار الصدر. يعني انا مره ثانيه للبلاتو بريشر لما بيكون عالي، انا طبعا هون حذفت البيك اير بريشر، عملت توقف في نهايه الشهيق وحسبت البلاتو بريشر. على فرض انه البلاتو بريشر طلع 35، هذه 35 ارتفاع، طبعا احنا التارجت تبعنا دائما هو 30، فهو سبب ارتفاع اما انه الاصابه بالبرانشيم الرئوي عم ترفع البلاتو بريشر، نقص المطاوع الرئوية، أو نقص مطاوع جدار الصدر بسبب البدانة مثلا السوائل اللي أعطيتها سماكة جدار الصدر كمان بتأثر على البلاتو بريشر. فقاعدة موجودة بالورقة تبع باولو بيلوزي، ما كتير حشد فيها، بس يعني إنه التارجت تبعنا أعلى من البلاتو اللي عم نقيسه. التارجت تبعنا هو اللي أنا بسمح فيه على جهاز التنفس، هو التارجت فرضا 30 زائد الانترا بيوم بريشر، الضغط داخل البطن ناقص 13 تقسيم 2. فعلى فرض انا بدي 30 والضغط داخل البطن 20 مثلا، قسته من خلال قسطره مثانيه، قسطره فولي، 20 ناقص 13 بيطلع 7 تقسيم 2 3.5 زائد 30 ف 33.5. ما عاد انا حطيت التارجت تبعي 30، سمحت بارتفاع البلاتو بريشر، لاني انا بعرف انه هذا البلاتو على حساب جدار الصدر والبطن وليس على حساب الرئه نفسها. الافضل هو الستاندرد انه يكون عندي قسطره، بس ما عندي قسطره اللي هي قسطره مرئيه مشان اقيس الضغط، بستعمل هي القاعده اللي هي تقريبا يعني مقبوله. هذا السلايد بيلخص الحكي اللي حكيناه، ما حارجع اقراه كمان. هذا من الورقه الثانيه بيلخص الحكي اللي حكيناه، ما حارجع اقراه. بتمنى ان يكون غطيت جوانب التهويه الاليه لمرضى البدينين. ان شاء الله بالمحاضره القادمه هحكي ملخص عام كيف انه الفنتيليتر انديوست لانج انجري والبروتكتيف لانج استراتيجي، هي استراتيجيات حمايه الرئه وفق احدث التوصيات او الدراسات اللي صدروا بال20 سنه القادمين. السلام عليكم.